فقاموا يعطونا امر انه بنعمل سيرش للريسيفر انه ما ننزل القنوات الدينيه، ولو هو طلب يعني جدا صعب لان ما يسيطر علينا. انا نعمل سيرش فما نقدر امسح قناه ولا ممكن يراقبني على كل جهاز يجيني. المهم جانا امر، بعدين جاء امر مسح القنوات العربيه ما عدا الجزيره العربيه، العربيه الحدث الموصل لي الجزيره العربيه. اضطرينا نعزل المحلات لان يجون كل اسبوع مره مرتين جماعه الحسبه، هذا الجهاز شيل، هذا الجهاز شيل، هذا ما نريده، هذا ما نريده، مصادفة. الى ان في يوم من الايام افترت الحسبه، عزلت محلات الساتلايت وانا كنت معزل بوقتها. والله احنا كان عندنا ساتلايت بس شيء يعني بالمخفي من جوا العبايه، وكنا نمشي امرنا به وعن طريق الراديو كنا نسمع قسم الاذاعات ومن يعني التلفزيون عن طريق قسم القنوات نتابع اخبار القوات الامنيه وتقدمها. والله ما شرط يعني باليوم مرتين ثلاثه، نوبات اسبوع ما نطلع حسب الشغل، حسب الناس اللي تحتاج. الناس رجعت تعمر بيوتها، فاللي كان دش مثلا راح بالانفجارات وبالهذا، فانا صار كله رجع نحن على الصبح. هسه عندنا شغله هاي المنظومه الرياضيه، هسه اكثر شيء عندنا الناس تابع الرياضه، فالحمد لله هسه هاي المنظومه عندنا هنا ركبناها، وهاي الصحونه عم بث بيها منظومه الرياضه ويتابعون، والناس الحمد لله رجعت تتابع والحمد لله، يعني شغلنا احسن من قبل. قالت خلية